النهاردة يا جماعة جايب لكم الجديد. ايه هو الجديد بقى؟ الايام اللي فاتت كل شوية يدخل لي ناس اصحابي وكده يقولوا لي ايه الجديد ايه الجديد ايه الجديد ايه الجديد. فالنهاردة جايب لكم الجديد اللي من الاخر اللي لسه مفيش حد ينزله خالص، عشان اما تقول لي ايه الجديد اجيب لك انا الجديد، يبقى اول واحد يجيب لك الحاجة الجديدة. الجديدة يا جماعة اللي البيت كله انزل ايه حجمين جداد، حجم 360 مللي وده ب10 جنيه، تمام. والحجم التاني ريتل وربع. شايفين يا جماعة؟ شايفين الحلاوة والطعمة والشقاوة؟ ده بقى بكام؟ قولي بكام. 22 جنيه ريتل وربع، وب22 جنيه. انا شايف اللي سعره اوفر الحق، يعني هو نازل سعره شبه سعر سبيروس باتس برضو، بس سبيروس باتس ريتل، ده ريتل وربع. بس البيبسي والكولا الريتل ونص ب22 جنيه، فانا شايف اللي سعره اوفر. بس البيت كولا بستثناه شويه لان الستيم بتاعه حلو الحق. انا الستيم بتاعه اما بتسقعه وبتشرب بيبقى ستيمه حلو. وده الجديد يا جماعه، واول ما ينزل حاجه جديده هتتلاقوها تاني. سلام.